حزب إرهابي برأيك على الرغم لم يكن حزب الله في يوم من الأيام حزبا إرهابيا؟ طب خليني كفي سؤالي، لأن أنا عم بقول لك أنه نعرف بنظر مين حزب إرهابي وميليشيا إرهابية. اليوم من بعد هذا التقارب الإيراني السعودي، كيف يمكن أن ينعكس هذا التقارب على فكرة أن حزب الله ميليشيا؟ أولا هناك ارتفاع في حرارة اللقاءات بين السفير الإيراني حرارة إيجابية ولا إيجابية ممكن طبعاً. تشط لا 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 حرارة إيجابية بين السفير الإيراني والسفير السعودي في بيروت. وحسب معلوماتي أن هناك لغة جديدة سعودية تجاه حزب الله، تمثلت فيما قيل عن حزب الله أنه قوة عاقلة ويتصرف بحكمة في الجنوب. ولا نعلم إذا كان هيدا عن لسان مين هذا الكلام؟ أحد المسؤولين السعوديين وصل إلى حزب الله، وهذه اللغة هي لغة إيجابية. لا أعرف إذا كانت السفارة الإيرانية ستلعب دور في المستقبل القريب في الأيام القادمة، ربما في مرحلة أخرى، في تقريب وجهات النظر ما بين المملكة العربية السعودية وحزب الله في لبنان. هذا يعود إلى مدى تجاوب السعوديين والإيرانيين مع هذا الموضوع. طب هيدا الباب، من هيدا الباب بدي أقول لك أنه في بعض الأطراف الداخليين اللي هن من ضمنهم حليفكم، يعني حليف الثنائي الشيعي الوزير جبران باسيل الحليف وحليف الحليف كمان، أنه يرفض فكرة المقايضة، أنه اليوم انتصار هذا المحور بالإقليم لا يمكن أن ينعكس على موضوع فرض مرشحكم الرئاسي على الداخل، وأي مقايضة يعني ستسقط أمام الفيتو المسيحي الداخلي اللي هو الثنائي المسيحي الموجود بالبلد. هو حقيقة ليس كلامه فقط، حتى كلام سيادة البطريرك الراعي أيضا انصب في هذا الاتجاه، وهذا الكلام يرتكز على ثلاثة عناصر. طبعا في عنصر حكاية الوزير جبران باسيل، والعنصرين الآخرين إضافة إلى هذا العنصر حكاية بطريرك الراعي. أولا المقايدة، مبدأ المقايدة أن انتصار جبهة الجنوب أو محور المقاومة في الإقليم سيرتد على مقايدته في الرئاسة. اثنين، مسألة النصر الوهمي أو النصر الحقيقي، الانتصارات التي تحققها، وثقافة الموت. هودي ثلاث عناوين لنختصرهم كلهم مع بعضهم، لأنه في عندنا كثير من الزجالين الذين يتحدثون بهذا المنطق على التلفزيون من رؤساء قوى سياسية أو من إعلامية. الوزير جبران باسيل وسيادة البطريرك الراعي يعلمان تماما أنه ليس حزب الله من يقوم بعملية المقايضة. الوزير جبران باسيل أعتقد أنه يعلم تماما أن حزب الله الذي حمل أوراق القوة والانتصار في سوريا أو في العراق على الحرب التكفيرية الإرهابية التي كانت تقودها أمريكا وإسرائيل في المنطقة وبعض دول الخليج، وانتصر فيها حزب الله، لم يجيرها لا مقاعد نيابية ولا حقائب وزارية ولا فرض مرشحين رئاسيين، بل على العكس، بل بقي صامدا على الموقف الذي يعرفه. وسيادة البطريرك الراعي يعلم تماما هذا الموضوع. من الخطيئة أن يتم الخلط بين حزب الله وبعض الأحزاب، بعض الأحزاب الدكاكين التي تبيع وتشتري وفقا لمصالحها. موضوع المقايضات لم يطرح مع حزب الله ولا عرض رئاسي إجا إلى حزب الله. مين هن الدكاكين؟ مين أصلا؟ يلي بيقايدوا وفق مصالحهم على القطعة. يلي بيقايدوا وفق مصالحهم على القطعة. لما بتكون مصلحتهم بيكون عندهم اعتباراتهم الخاصة، نفس هاي الاعتبارات لما بتصير مصلحة طرف آخر أو شخص آخر بيتم نقده ونسفه. فكل إنسان يعرف طبيعة الأرشيف عنده واضح. اثنين، حزب الله يسجل انتصارات حقيقية. حزب الله عم بتدقر على التيار. حزب الله يسجل عم بتدقر على التيار. لا ما بدقر على التيار، لانه معروف لما انه التيار الوطني الحر، يعني بموضوع تحديدا بموضوع الصراع مع اسرائيل تحديدا، ساعه منقول نحن مع السلام، ساعه منقول انه هذا السلام لا يمكن ان يبنى الا من بعد ما يكون في انشاء دوله فلسطينيه. اليوم هو شو رايه، السلام هو شو رايه بالعلاقه مع اسرائيل؟ هو بيعبر عنها مش انا بعبر عنها. أنا بقول أنه المقايضة أصل المقايضة يعني أنت لما بتقول لحزب الله أنه أنت عم بتقايض أو لا يستطيع أحد أن يفرض مرشحه وبعد انتصار، ليش أنت حزب الله فرض مرشح أو فرض أجندة سياسية على البلد بعد كل هذه الانتصارات التي سجلها بالعام 2000؟ طبعا ما كان بوقت الوزير جبران باسيل، ما بعرف بأي دولة كان، بس بهداك الوقت حزب الله انتصر ودحر العدو الإسرائيلي من جنوب لبنان،
ما هي الحقائب الوزارية اللي أخذها؟ ما هي المكاسب السياسية التي فرضها؟ طيب بال 2006 كمان انتصر حزب الله، ما هي المكاسب السياسية التي أخذها؟ ولا بهداك الوقت كانت المقاومة ايديولوجيا حقيقية قوية، لأنه كنا ندعم الرئيس المرشح ميشيل عون، العماد ميشيل عون. ما فيك أنت تمشي على مقايضات، لما تقول مقايضات أنك عم تحط حزب الله كأنه دكاني ببيع بيشتري بدماء الشهداء. هودي دماء الشهداء، أنا واحد من بيئة هيدي المقاومة أعتبر دماء الشهداء قديسين ومقدسين، ما بسمح لحدا أنه لا يقايد فيهم ولا حتى يطرحهم بسوق البزار. النصر الحقيقي يا سيادة البطريرك هو ما يحصل في الجنوب، بدليل أن صراخ الإسرائيلي يعلو يعلو ثم يعلو بقافلة الحجاج اللي بيجوا إلى لبنان من المفادين الدوليين العرب والأوروبيين والأمريكيين. هذا هو الدليل على صراخ الإسرائيليين، وأنهم ونحن بنعتبر أنه أنت يا سيادة البطريرك حتكون مبسوط وفرحان إذا كان عندنا قوة في لبنان قادرة على أن تلحق الأذى والوجع للعدو الإسرائيلي، تماما كما فرح عندما ألحقت هذه القوة نفسها الأذى للتكفيريين وحرروا الكنائس والأدوية.